وليد بقى ما عملش كده، يعني وليد ما سابش ساره عشان كنوع من الامتنان والشكر. وليد علق لها يفط زي ما انت شايف. بصوا وبصوا مشاهدينا وبصوا شوارع المنيا، في شوارع المنيا بنرات، عايزين بنرات، عايزين نقرب بس كده. هو كاتب ايه لساره؟ في قلب شارع المنيا في الصعيد؟ لا، كل التحيه والتقدير ساره، انا ما اعرفش ايه، بيكتب لها حبيبتي ساره وكل اللي عملتيه معايا طول سنين حياتها. لا لا، يعني معلقه كل شوارع المنيا. بص هقول لك حاجه، يعني انا بصراحه مشاعري متلخبطه هنا يا شفي، يعني انا مش عارفه دي حركه حلوه من وليد ولا اوفر زادت شويه. لا يعني هو خروج على عادات التقاليد، زودها خروج وليد على عادات زودها التقاليد شويه برضه حبتين. وكان ممكن يعمل بنرات صغيره. ما احنا بنرات ليه صغيره؟ ما يعمل بنرات ليه؟ مش ساره دي قاعده معاه في البيت؟ ولا ساره دي مش هتشوفه؟ عند ابوها. انا بحث عند ابوها. يعني ما احنا دايما بنقول هو ليه تغيرانه ولا ايه؟ احنا دايما بنقول هو ليه المشاهير بيقعدوا يكلموا بعض ويحبوا بعض ويتخانقوا ويتصالحوا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك؟ ما هو نفس السؤال لوليد، ليه يكتب لساره في شوارع المنيا؟ هي ساره دي مش قاعده معاه في البيت؟ ليه لازمتها ايه البنرات؟ حصلت قبل كده على كوبري المنيب وعلى كوبري اكتوبر هنا في القاهره. حصلت لكن جديده ان انا اشوفها في الصعيد. وحصلت بنرات وبالونات وحصلت كتير. وبالونات صح كده، واشوفها في الصعيد دي جديده. يعني ليه الحاجه اللي احنا نعمل كده؟ يعني ليه المشاعر سواء حب سواء كره سواء شكر سواء خناق سواء زعل سواء صلح، ليه تبقى على الملأ امام الجميع؟ انت بتمشي انهي طريق كنت مروحها؟ انا بمشي من طريق الدائري يا شيف. طب انا هعملك على الدائري وعلى دخله التجمع ودخله الرحاب ودخله مدينتي، هكتب لك بنرات، اجيب شركه دعايه واعلان وتعملها لك كمان مضاءه. هتكتب لي ايه؟ مضيئه بقى؟ متنور. مضيئه ايه بقى؟ متنور. هتكتب لي ايه؟ ايه على البنر؟ البنرات ومعاها صورتي. ايه حاجه طبعا زي والقلب بقى طلع كده في بوسينه. الله يرحمه. ماشي، الله يرحم البوسينه. لا طب انت مالك زعلانه من الراجل ليه؟ ده عمل كده للبنت في المنيا. بص، ما اصل الافوره يعني كل حاجه في الوسط، خير الامور الوسط. دي مشاعر عايز يخرجها بطريقته. هي ساره دي سؤال لاستاذ بطريقة. وليد لو بتتفرج علينا من فضلك، هي ساره مش قاعده معاك ولا يمكن احنا مش فاهمين؟ يمكن ساره واخده بخاطرها عند بيت ابوها زي ما انت قلت. ممكن في رمضان وبالذات بتكتر حاجات. لكن في رمضان. ليه التكلفه وليه الافوره؟ ما يكتب لها جواز، ما يديلها الورقه، يعني شركه دعايه واعلان اللي هو جابها دي تكتب لها في البيت، يجيب لها هديه حلوه، يديها الفلوس كاش. يا ما دي الحاجات دي يا ابو سينا مواقف لا تنسى. ايه اللي لا تنسى؟ ده انا محفوره في الاجيال اللي موجوده طالعه بعد كده. هو انت يا شيف لما يجي دلوقتي راجل وست من المشاهير متجوزين ويقعدوا يحبوا بعض ويكتبوا لبعض حاجات على السوشيال ميديا او يتخانقوا او يتعاتبوا او يعمل، مش كلنا بنقول ايه ده؟ هو ما فيش بيت مقفول عليهم يكلموا بعض جوه البيت؟ ما مشغولين في التصوير. طب ما المشاهير زيهم زي وليد وساره. وعارف كاربت ومع بعض ومع زي وليد وساره. بيبصوا بعض، بيبصوا كل واحد بيعبر عن مشاعره بطريقه اللي هو عايزها. يعني انت بتكتب كده للمدام على السوشيال ميديا؟ لا انا بقى يبقى انت كده مقصر بقى. طب انا اللي بيني وبينها يبقى انت كده مقصر. لا لا، ما دام انت عاجبك الحاجات دي يبقى انت كده مقصر. لا انا بتكلم الجيل اللي هو طالع ده عاجبه الحاجات دي. جيل ايه؟ ما انت جيل، ما انت صغير، ما انت ايام مش وزير. انت لسه قايل نيلي وشيريهان. يا راجل انت حلقه كده والله انت بسترتني. انا حلقه كبير، اما يتزنق اما يتزنق يقول انا من جيل الفوازير، واما يتزنق تاني يقول لا انا شعري شاب. انت عامله زي البت حفيدتي بتبقى حاجه تقول لك انا كبيره وانا صغيرة. ما ترسلك على حاجه. طب ما انت حطيت صورتك جنب صورتي اهو. طب ايوه انا اقدر اقول حاجه في مشاعرك؟ لا ما تقدرش. بس انا ما قلتش حاجه في مشاعرك. يا ما هو دي احساس. انت بتشجع وليد. بشجع وليد عشان يشجع وليد يعمل زي وليد. ما هو